بسم الله الرحمن الرحيم. NTP صفر Network Time Protocol Protocol. Network Time Protocol ده بقى اولا ده شغال UDP على بورد 1.2.3 123. ايه فكرته؟ انت دلوقتي لو حبيت ان انت تظبط الساعة على مثلا مجموعة من الراوترز هتعمل ايه؟ هتلف على مجموعه الراوترز دي وتظبط الساعه بايدك. طب ما انت المفروض تكون الساعه سنكرونايزد عليهم كلهم. ليه يهمني ان الساعه تكون سنكرونايزد عليهم كلهم؟ كذا سبب. السبب الاولاني على سبيل المثال، فاكرين الاوثنتيكيشن بتاع الريب، الاوثنتيكيشن بتاع الاي او شو ار بي بتاع الراوتنج بروتوكولز بصفه عامه؟ مش احنا كنا قلنا لو انا هظبط كي هيشتغل من فتره كذا لفتره كذا، اللي هي كنا سميناها الكي روتيشن، وقلت لكم لو حصل فتره اوفرلاب ما بين التو راوترز كده فتره مثلا ساعتين ثلاثه، لو انا دلوقتي مش مظبطه الساعه على الراوترز كويس يعني هيحصل ساعتين ثلاثه الادجستنسي ما بين التو راوترز هتقع، الساعه مش مظبطه على الاثنين. كهرباء قطعت؟ وبعد كده ايه؟ رجع على وضع المصنع برضو اعلى قطع. علشان كده يعني. بس هو المفروض اساسا ان انت لما بتغير الساعة بيروح يلعب في البوت ستراب. المفروض ده سيناريو ساعات، بس مش شيء تمام. بصفة عامة ان التايم يعني هيحصل فيه مشكلة. حاجة كمان شفنا مثلا قبل البريك السيس لوجز لما كانت بتطلع قدامي، كان المفروض ان بيبقى اول جزء فيها سميناه تايم ستامب. تايم ستامب يعني ايه؟ يعني الوقت اللي حصل فيه الاكشن. افرض حصل هيكنج على الراوتر بتاعك والراوتر قدر ان هو يدخل على الراوتر بتاعك ياكسسه ويلعب في الساعة، يبقى انت متهيأ لك ان حصل اتاك في الساعة الفلانية، لكن واقعيا الاتاك كان حصل في وقت تاني خالص تمام. فعشان كده زي ما قلت لكم يهمني ان الساعه تبقى سنكرونايزد. انا مش هجري بقى على مستوى الشبكه بتاعتي واظبط الساعه عليهم كلهم في نفس الوقت، مش هقدر. طب والسيناريو ريكومندد بقى تعمل ايه؟ هيبقى عندك راوتر على سبيل المثال تحوله لحاجه اسمها NTP سيرفر، يبدا هو يوزع الساعه على بقيه الراوترز. الكلام ده ممكن تعمل على لينكس، على فكره اللينكس ممكن تحوله NTP سيرفر. مايكروسوفت ممكن احوله برضو ل NTP سيرفر تمام، او للدقه انتوا عارفين انتوا الاثنين يعني انتوا كلكم هنا مايكروسوفت. انت ممكن اصلا في الاكتف دايركتوري هو اساسا بيشتغل ك NTP سيرفر، يوزع الساعه على الاكست كلاينتس تمام. وعلى جهاز الكلاينت لو انت حبيت ان انت تسنكرونايز بايدك بتعمل ايه؟ بتظبط الساعه، تدخل على انترنت تايم وتختار هنا الساعة اللي انت عايز تسنكرونايز منها، او تكتب الاي بي بتاع الساعة اللي انت عايز تسنكرونايز منها تمام كده؟ تمام. طيب اللي احنا عايزين نعمله بقى النهاردة ان انا زي ما اتفقت معاكم هجيب راوتر سيسكو احوله ل NTP سيرفر ويبدأ هو يوزع الساعة على بقية الاجهزة اللي حواليه تمام؟ قبل ما اقول الكلام ده لو دخلت كده الاول على جوجل عندي مجموعة من الساعات بنسميها ستريتم 1 كلوك، بنسميها ايه؟ ستريتم 0. ستريتم يعني درجة الدقة، حتى كترجمة اساسا ستريتم معناها طبقات الارض تمام. ستريتم 0 دي اكتر ساعة ليها اكيورسي، يعني ايه؟ اكثر ساعة دقيقة على وجه الارض، اللي هي على سبيل المثال زي ساعات الاتوميك زي ساعات الجي بي اس. دي ساعات اساسا درجه الدقه بتاعتها، انا فاكره كنا درسناها في اولى ثانوي كان بيقول لك درجه الدقه بتاعتها مش فاكره ثانيه كل كام الف سنه، 100,000 سنه ولا حاجه، كان رقم ضخم كده. دي درجه الدقه بتاعتها تمام. فانت مثلا هتيجي على راوتر، ودي راوتر تاني، راوتر تالت تمام، وتبدا ان انت تسنكرونايز وتظهر من الساعه اللي انت عايز تسنكرونايز منها. اول لما انت بتسنكرونايز من ستريتم 0 انت بتتحول لستريتم 1. يعني ايه ستريتم 1؟ الرقم ده كل ما بيزيد درجه الدقه بتقل. الرقم اللي ستريتم كل ما بيزيد درجه الدقه ايه؟ بتقل. طب جه بعد كده الراوتر اللي وراه ده اخذ الساعه من الراوتر، يعني لو هسمي ده مثلا R1 وهسمي ده R2، R2 اخذ الساعه من R1 يبقى ستريتم كام؟
2. طيب الراوتر اللي بعديه ار 3 هياخد الساعة من ستريتم 2 اللي هو ار 2 يبقى ستريتم 3. انت اكيد لما هتسنكرونايز من حد تاني غير اكيد درجة الدقة كل مرة بتقل تمام، غير طبعا لو عملت سنكرونايزيشن من الاتوميك كلوك اللي هي درجة الدقة بتاعتها عالية جدا. واضحة كده؟ عندي لغاية كام ستريتم؟ لغاية 16 ستريتم. لغاية كام؟ 16 ستريتم. سيسكو باي ديفولت لو انت ظبطته ان هو يشتغل كسيرفر بيوسع الساعة على بقية الأجهزة اللي حواليه او بقية الراوترز اللي حواليه، الديفولت ستريتم عليه بيبقى ستريتم 8. الديفولت ستريتم كام؟ 8. تمام. انت ممكن حتى تيجي على راوتر سيسكو تخليه ياخد الساعة من بابليك ان تي بي سيرفر، يعني زي ما قلت لكم لو دخلنا على جوجل تعمل سيرش على ان تي بي بابليك سيرفر. تمام. لو دخلت مثلا على الموقع الاولاني ده كل دي ساعات انا ممكن ان انا اسنكرونايز منها. على سبيل المثال في افريقيا في كام ساعه؟ 34 ساعه. هنا مثلا في مصر ايجيبت في ساعه فيهم اهي اسمها eg.pool.ntb.org. تمام كده. كل دي ساعات انت زي ما اتفقنا ممكن ان انت تسنكرونايز منها. طيب اللي انا هعمله دلوقتي ان انا مش هجيب الراوتر واخليه سنكرونايز من سيرفر تاني، لا انا هاجي على الراوتر بتاعي احوله اساسا لسيرفر يوزع الساعه على كلاينت. اقول لكم عارفين السيرفر هنا في الزقازيق مين؟ اللي هو عند المحطه ستريتم زيرو. دي ستريتم زيرو. تمام. ايه؟ دي ستريتم زيرو. طيب يا حسين فن فن سربرايز بهزر صدقت ولا ايه؟ تمام شباب. فقلت لكم تاني هنعمل لاب بسيط كده، راوتر التاني التالت ار 1 ار 2. نعم. احنا مصريين ستيتم كام؟ فاست زيرو اوفر 1 فاست زيرو اوفر 1. تعالوا الاول نظبط ار 1 وار 2، نخلي الشبكه اللي ما بينهم زي مثلا شبكه عشرات ومثلا الشبكه اللي هنا شبكه 11. نقوم الشبكه دي وهاجي على ار 1 اخليه هو السيرفر. هاجي على ار 1 هخليه ايه؟ السيرفر. واجي على ار 2 هخليه هو الكلاينت الان تي بي كلاينت. على فكره انا ممكن الاول اجي على ار 1 اخليه ان تي بي كلاينت السيرفر تاني وياخد الساعه من السيرفر التاني ده وبعد كده هو يشتغل كان تي بي سيرفر لار 2. يبقى سي ان عندي هنا ار 4 مثلا على سبيل المثال، ار 1 هيبقى ايه؟ ان تي بي كلاينت بالنسبه لار 4 ويبقى ان تي بي سيرفر بالنسبه لار 2. تمام. انت ممكن تسنكرونايز من اي بابليك كلوك ان تي بي بابليك كلوك وبعد كده انت تشتغل كسيرفر للراوترز اللي عندك في الشركه. من ايه؟ لا جربتها قبل كده وما عرفتش، ما نفعتش. تمام. الساعات اجهزه الكمبيوتر بتاخد من بعضيها، الراوترز تاخد من بعضيها ماشي، الا اذا حاجه تانية، الا اذا انت مثلا حولت ان تي بي سيرفر والاي بي بتاعه انت ممكن ساعتها تديهوله ماشي، ده ماشي. انما لو هتديهوله بالنيم لا ماشي. فقلت تاني هندي مثلا كده على 2 راوترز 3 راوترز. اوصلهم ببعض. ونقومهم. نقوم بس الاول كده ار 1 وار 2. عايز اعمل عليهم ايه؟ انترفيس بس 0 اوفر 0 اي بي ادرس 10 0 0 1 24 نو شت داون وار 2 اي بي ادرس
كده في صفر زيادة. تمام. اهم حاجة عندي في الاول ان انا اتأكد ان في كونكتيفيتي ولا لا. ليه؟ لان ال NTP ده بروتوكول شغال ابليكيشن لاير على بورت كام؟ 123. تمام. لو انا عندي النتورك لاير وقع الابليكيشن اصلا مش هيقوم. هاجي الاول بقى كده على R1 واقول له ايه؟ انت اشتغل كسيرفر. اقولها له ازاي؟ قبل ما اقول له انت اشتغل كسيرفر عايز الاول اشوف الساعة على الراوتر ده كام. شو كلوك. الموديل ده من الراوترز الديفولت كلوك عليه اساسا اول ما بنجيبه من المصنع بيبقى 2002. طبعا الساعة كده غلط، تعالوا نظبطها بقى كده. سوري. اقول له ايه؟ كلوك ست ساعة واحدة يبقى كام؟ 13:33 صح كده؟ النهارده كام؟ 24/5 ده يعني ايه؟ جون؟ 05 مي ده ولا مايو 2016. تمام؟ طبعا هيطلع لي سيس لوج يقول لي ان الساعه هاز بين ابديتد فروم كذا تو كذا. ماشي؟ لو جيت قلت له شو كلوك ماشي كده تمام اتظبطت. هاجي على R1 عشان اخليه سيرفر هقول له NTP مسافه ماستر 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 انت الماستر. تمام. مش عشان هو سيرفر هقول له NTP سيرفر، لا هقول له ايه؟ انت ايه؟ الماستر. لو استخدمت الهيلب طالب مني رقم الستريتم، طالب مني ايه؟ رقم الستريتم. تمام. لو انا ما حددتلهوش رقم الستريتم بيبقى الديفولت لسه قايلين 8. فانا دلوقتي هضغط انتر على طول هسيبها على الديفولت عشان فعلا اتاكد ان رقم الستريتم الديفولت هو 8. لو جيت دلوقتي على R2 R2 عشان ياخد الساعه من R1 في عندي 2 فليفرز، طريقتين. الطريقه الاولانيه هشغلها لكم والطريقه الثانيه اكيد هكون عملت سنكرونايزيشن ساعتها للساعه فاسيبها لكم انتوا تعملوا تيست بيها. الطريقه الاولانيه ان انا هاجي على R2 بايدي كده هروح جاي له في كونفيجريشن مود واقول له NTP مسافه سيرفر مسافه روح خد الساعه منين؟ من 10:00:1. لو قلت له شو كلوك لسه ما اتظبطتش اتظبطت اهي كده اتظبطت صح؟ مش كده اخد الساعه من R1 ده خلاص سينكرونايز كده خلاص. بس عيب الطريقه اللي انا عملتها دي ان انا كده بتعامل مع السيرفر كيونيكاست. ليه؟ افرض عندي 30 راوتر هاجي على كل راوتر واقول له روح خد الساعه منين؟ من 10:00:1 هيروح للراوتر R1 ياخد منه الساعه ساعتها R1 هيبعت له الترافيك كيونيكاست. يبقى انا كده بعمل لود على R1. يبقى تاني عندي طريقتين للامبلمنتيشن بالنسبه للكلاينت. الطريقه الاولانيه اني اتعامل مع السيرفر كيونيكاست. طب الطريقه الثانيه اني اخلي السيرفر اساسا يبعت الداتا بتاعته او يبعت الساعه برودكاست يسمع على كل الراوترز في مره واحده. تمام. اعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي على R1 بعد ما قلت له انت الماستر هنزل تحت الانترفيس فاست 0 اوفر 0 اللي عايزاه يوزع عن طريق الساعه واقول له NTP مسافه برودكاست. هقول له ايه؟ NTP مسافه برودكاست انتر. واجي على الكلاينتس اللي عايزاها تاخد الساعه من السيرفر نظام برودكاست انزل تحت الانترفيس بتاعها واقول له NTP مسافه برودكاست مسافه كلاينت. واضحه؟ يبقى دي افضل ليه تاني؟ لان R1 هيبعت الباكت كام مره؟ هي مره واحده تروح مسمعه عليهم كلهم مره واحده. لازم تحت الانترفيس. لازم تحت الانترفيس. لا ما احنا اتفقنا لو هتعملها جلوبالي يبقى انت كده بتتعامل كيونيكاست. لو عايز تتعامل كبرودكاست تحت الانترفيس وتحدد انهي انترفيس انت عايز يوزع الساعه. تمام. طيب احنا قلنا له تاني شو كلوك فعلا اخد الساعه اهو. تمام. تو فيريفاي بقى عشان افيريفاي اول امر هنفيريفاي بيه هما امرين اساسا شو NTP اسوسيشنز والستيتس الاثنين زي بعض اساسا. شو NTP ستيتس يهمني ان انا اشوف السطر ده كلوك از سينكرونايز. كلوك از ايه يا شباب؟ وانا بقيت ستريتم 9 ما انا واخدها اساسا من كام؟ من 8. واخده الساعه دي منين؟ من 10:00:1. ده الامر الاولاني. الثاني شو ستيتس او شو NTP اسوسيشنز قال لي ان انا واخده الساعه منين؟ من 10:00:1. يهمني علامه الستار اللي في الاول دي لان الستار دي معناها ايه؟ ان الساعه بتاعتي سينكرونايزد.
انا واخداها من 10.001 اللي الستريتون بتاعته 8. واضحة؟ تمام. طيب ايه بقى ار 3 اللي انا حطها بعمل بيه ار 3 ده؟ انا قلت لكم هحط اللي ما بينهم مثلا شبكة كام؟ 11. المفروض طبعا احنا لسه قايلين ان الام تي بي سيرفر او الام تي بي ده بروتوكول شغال في الابلكيشن لاير، يعني لازم يبقى في راوتنج في الشبكه بتاعتي قبل ما ار 3 يجرؤ يروح لار 1 يروح لار 1 يقول له هات الساعه. دلوقتي في الحاله اللي انا عاملاها دي لو انا حطيت اي بي هات 11 ار 3 هيقدر يروح ياخد الساعه من ار 1؟ ليه؟ في راوتنج. ار 1 شايف ال 11، ار 3 شايف العشرات. لا ما ينفعش، هو انا جيت على ارتو اساسا يا حسين حولته راوتر؟ ده كلاينت. تمام؟ السيرفر طول عمره بيوسع الساعه، الكلاينت طول عمره بياخد الساعه. تمام؟ فدلوقتي ار 3 مش هيقدر ان هو يروح لار 1 لان مفيش دلوقتي كونكتيفيتي ما بين شبكه العشرات وشبكه ال 11، ار 3 ما عندوش اكسس لشبكه العشرات، وحتى لو ليه اكسس على العشرات لازم يبقى فيه راوت باك. تمام. من الواحد من ار 1 يرد على ار 3. تمام؟ المفروض تعمل راوتنج، انا مش هعمل كده دلوقتي بقى. ليه؟ هعمل حركه ثانيه. ايه هي؟ انا عندي ثلاث انواع من الام تي بي مودز، الاولاني سيرفر، الثاني كلاينت، في نوع ثالث اسمه بير، في نوع ثالث اسمه ايه؟ بير. تمام؟ يعني ايه؟ ممكن اجي على ار 2 ده واقول له انت ام تي بي بير، واجي على ار 3 هو كمان واقول له انت ام تي بي بير. بير يعني ايه؟ الند للند، صح؟ يعني ار 3 لو ما قدرش يوصل للسيرفر يحاول بقى يدور على بير ياخد منه الساعه. طب ار 2 لو ما قدرش يوصل على سيرفر هو كمان هيحاول يدور على بير، يعني ار 2 لو ما عندوش اكسس على السيرفر ياخد الساعه من ار 3، ار 3 لو ما عندوش اكسس على السيرفر ياخد الساعه من ار 2. بير تو بير، الند للند. يبقى تاني ايه؟ طبعا لازم يبقى في راوتنج. انا المره دي مش محتاجه راوتنج. ليه؟ لان ار 2 وار 3 دايركت كونكتد. تمام؟ يبقى تاني، السيرفر طول عمره بيوزع الساعة، الكلاينت طول عمره بياخد الساعة، البير الند للند زي زيك. تمام كده؟ فهاجي بس كده على ار 2 وانزل تحت الانترفيس فاست 0 اوفر 1 11002 وار 3 11003 هتست الاول على الكونكتيفيتي كده، في كونكتيفيتي ما بين الاثنين. هاجي على ار 2 كل اللي انا هعمله في الحياه هقول له ان تي بي مسافه بير، انت بير لمين؟ ل 11000 ها 3. واجي على ار 3 اقول له انت كمان لو فقدت اتصالك بالسيرفر هقول له انت بي مسافه، انت روح خد الساعه منين؟ من 11002. مش شرط ان انا اكتب الامر هنا وهنا، يعني على حسب انت عايز يروح ياخد منين. تمام؟ بس انا بوريكم ان ده زي ده بالظبط، الند للند. لو المره دي قلت له شو كلوك فعلا الساعه بتاعتي اتظبطت ولا لا؟ اخدها منين؟ ده ما عندوش اكسس على السيرفر تاكيد اهو. لو جيت هنا ابنج على عشرات واحد ما عندوش اكسس على السيرفر قام قال اخد الساعه منين؟ من البير اللي زيه. تمام. واضحه؟ حد وقع لغايه دلوقتي؟ اه بس ما عرفناش لغايه دلوقتي لو عندنا 50 راوتر. لو انت عندك راوتنج؟ 50 طبعا في البدايه لازم يبقى راوتنج. 50 راوتر. تمام، انت عايز تتعامل كيونيكاست ولا برودكاست؟ عايز الكلام مره واحده. مرة واحدة يبقى هتيجي على السيرفر تقول له تحت الانترفيس ان تي بي برودكاست، وتيجي على الراوترز بتاعتك كلها تحت الانترفيس تقول له ايه؟ ان تي بي برودكاست كلاينت. انا كده هروح هرجع على كل الراوتر ارجع للانترفيس. ما تلف يا حسين، امال انت بتاخد فلوس على ايه؟ تلت عليهم. ماشي؟ يعني ان تي بي الراوتنج هو شاف النت بتاعه وخلاص كده؟ لا، علشان انا ار 2 وار 3 اساسا بير تو بير ودايركت كونكتد. لكن انا لو عايز عشان كده انا تعمدت ان انا ما اعملش راوتنج عشان اكد لكم انا متاكده انه ما اخدش الساعه من ار 1. امال اخدها منين رغم ان ار 2 انا ما حولتوش لسيرفر؟ امال واخدها منين؟ من البير اللي زيه. تمام. تمام. بالمره بقى لو انا حبيت ان انا اعمل اوثنتيكيشن
ريكومندد ان انت تعمل اوثنتيكيشن عشان مش اي حد كده يروح للسيرفر وياخد منه الساعة. تمام؟ اعمل ايه؟ هاجي في الكونفيجريشن مود واقول له انت بي مسافه اوثنتيكيت. لازم اكتبها الاوبشن ده الاول كده. الاوبشن ده او الامر ده بيعمل لي انيبل لعمليه الاوثنتيكيشن. انيبل لمين؟ عمليه الاوثنتيكيشن. بعد كده هقول له ان تي بي اوثنتيكيشن كي وتحط له رقم الكي. تمام؟ وطالما ما بيسبورتش غير الام تي 5 يبقى رقم الكي ماست ان هو يماتش، وتحط لي الكلمه بتاعتك الكلمه. وتيجي طبعا على ار 2 تعمل نفس الكلمه. انت كده طبقت اوثنتيكيشن. انت دلوقتي على فكره في الان تي بي سيرفر، السيرفر ما يهموش مين اللي هياخد منه الساعه، بس الساعه لا اقصد الكلاينت، يعني الكلاينت يهمه انه يتاكد هيروح ياخد الساعه منين، من انهي سيرفر. تمام؟ فتاليور زياده من السكيورتي مش اكتر. ماشي شباب. بالمناسبه حد فيكم كان سالني، بس انا مش فاكره مين، حد كان سالني ازاي ان انا الوج لو يوزر مثلا حاول ان هو يدخل على الراوتر، ازاي ان انا اخليه يطلع لي سيسلوج يقول لي فلان الفلاني دخل ولا لا. تمام؟ نعملها ازاي؟ تعالوا الاول ادخل تحت اللاين كونسول، لاين لوجن لوكال وكريت يوزر نيم. طبعا انا لو عملت اكزت من الراوتر ده وجيت ادخل عبير، انا كتبت الباسورد غلط، عبير كتبت الباسورد صح. تمام؟ مفيش اي سيس لوك طلع قدامي يعرفني ان عبير بتحاول تلوجن على الراوتر ولا لا، سواء عن طريق التلنت سواء عن طريق كونسول. تمام؟ لكن انا ممكن اجي في الكونفيجريشن مود واقول له لوجن اون سكسس، اون سكسس لوج. وبالمره عايزه لوج فين كمان؟ في حاله الفيلير لوج. يبقى ده معنى ايه؟ اي حد يحاول يلوجن على الراوتر بتاعك في حاله السكسس طلع لي لوج، وفي حاله الفيلير طلع لي لوج. تعالوا بقى نتست المره دي كده. لو جيت ادخل بعبير وباسورد غلط، ولو جيت ادخل بعبير وباسورد صح، طلع لي هنا ايه؟ لوجن فيلد. مين؟ عبير اللي هو من السورس. السورس ده يعني انا داخله على عن طريق الكونسول. تمام؟ لو طبعا كنت داخله عن طريق التلنت كان هيجيب لي الاي بي والتاريخ اللي حصل فيه الفيلير ده. تمام؟ شفتوا بقى ان السيس لوجز فعلا مهمه جدا. طيب وفي حاله السكسس لوجن سكسس، عبير فعلا دخلت على الراوتر اد كذا الساعه كذا، يبقى فعلا اللوجز بتاعتي مهمه جدا. والساعه تتظبط مهمه جدا، لان ساعتها لو الساعه بتاعتي مش متظبطه، لو مش متظبطه انا مش عارفه عبير دخلت امتى وطلعت امتى. نفس الكلام على بالظبط. حد تهمني كده في حاجه شباب؟ لا السنه هنا باينه مش ظاهره السنه. سنه؟ اه لا انت ممكن تظبطها. في عندك امر اسمه سيرفيس تايم تمب. تمام؟ في حاله اللوج وفي حاله الديباج. احنا دلوقتي انترستد فين؟ في اللوج. ممكن ان انت تخليه مثلا بالاب تايم من اول ما الراوتر قام، او ممكن تقول له ديت تايم، ممكن تظهر له مين كمان بالير. تمام؟ وبالملي سكند كمان. فانت ممكن تظبطها من الاوبشن ده من اللي هو سيرفيس تايم ستيمب. تمام؟ في اي اسئله في الجزء ده ولا اوقف؟ تمام شور.